السلام عليكم، صباح الخير. اليوم السبت 22/3/45 يوافق اعتقد 7/10/23 ميلادي، على الساعة 6 الصباح معي ابو خالد، وروح اصيد انا وياه. صباح النور، كيف حالك؟ شينا ولا باقي على خاطر شيء؟ يلا يلا يلا، الله يسلم. بنمر ناخذ فطور ونوجه نفس الموقع اللي في المقطع اللي فات، بنشتغل بالسنانير بطعوم عادية، ونجرب الكاست برضه طعوم صناعية. والله يكتب الخير. قلت جاني ابو خالد من الساعة 12 في الليل، نام عندي والحين محركين. عندنا بنطلع من قبل الفجر، نصلي قدام لكن ما زالت عسى خيرها، ما تدري. ايش تبغى فطور؟ اي من هذا ناخذ. ها ها، تعال وقف هنا، وقف شوف المحل هذا. اخذنا فطورنا من ابو خالد، باقي بس نمر ناخذ ثلج ونتوجه ان شاء الله على الموقع مشيئة الله. تأخرنا. وابو خالد ما شاء الله عليه من الناس اللي ريضة على مهله، ابرد ما عندها. انا لا، ما لازم اني اوصل بسرعة، لازم اني اخذنا ثلج. انا حط عند ابو خالد. وين في الليل؟ في الليل وينه؟ واحد يكفي؟ ها؟ كب الموية؟ بالله اجل بخليه عندي لين اوصل هناك. ها؟ خلاص يلا. خلاص يلا، مشينا على الموقع، اذا وصلنا هناك حطيته. الله ييسر. بسم الله. وصلنا للموقع. والله تأخرنا، المفروض ان قلنا في المفروض ان قلنا في قد رمينا السنانير الوقت هذا، ضربة سماء كبيرة. يلا الحمد لله جهز الحين. نقول يا كريم، فين قارس اللي طلعت امس؟ شوف ما شاء الله انتين. ها ما شاء الله، جامعة طيبة يا ما شاء الله. صح؟ ايه جامعة كويسة. هذا اكبر من هذا. الثاني اكبر ها؟ شوف. ما شاء الله ما شاء الله. شوف. ايه. بسم الله ما شاء الله. خذها. خذ ثلجة. ها؟ خذ ثلج. ها؟ يلا. ما شاء الله، امس صيدت في العصر. شقيق. ما شاء الله طلع الحبتين هذه. ويقول في اشياء كبار قطعت معك ها؟ اشياء كثيرة والله. يقول كبار، يقول كبار مرة، فوق 4 كيلو 5 كيلو. بودي سنارة كبيرة اول شيء، برميها وبرجع اخذ الكاست، لان راح الوقت. تأخرنا والله، تأخرت. يلا الله يكتب الخير. ما ادري ايش دي ناسي من العجلة كذا، الله يسر. هذه القاعدة، القاعدة دي كويسة دي. خلاص ان شاء الله نثبتها. هيا نربط هذه فيها، في اللي نربطه فيها. نشوف شو اللي احسن. كلها سوت تقريبا غير سكين. باخذ الذين وصلنا من نص، باخذ والإبرة هذه هي، وهذا اللي طلعنا في الهامور توي فكيت انفمها، الحين خليتها فيها ما فيها مفكه. طيب نجيبها من هنا،
طلع كذا قبل الأخير. يا الله يا ربي الله يرزقنا وياكم خير. ايش بقدر كذا لفت شكلها بتنكسر. مضبوط ان شاء الله انه مضبوط. خلاص يا الله يا رب يا الله يا كريم. ايش بك في ذي؟ والحين يرميها. لازم اقدم الماكينه بين اظن 20 أو 25 ألف. والقصب سي ماستر 3 متر. الخيط 100 لبي. شيمانو صفر 100 أظن 120. لا 100 يمكن. والهوك فرنسي، مو فرنسي، الهوك ياباني أسود. والطعم زي ما شفت عجب. لكن خلنا نقدم. لين خلاص هنا منطقة عميقة، كل ما قدمت قدام عميقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب الله يكتب الخير، الله يسوقنا الخير. بطلع اجيب القصب حقت الكاست، نشتغل كاست، نجرب نشوف المنطقه كيف هي، خاصه محلات هذه. ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء الله يا جو. هذه اسرع ضربه مسكت ولا هي فكت؟ ما شاء الله يوه ما شاء الله تبارك الله. هذه هامور، ضربه هامور لكنها ما تمكنت. ايوه 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 هذه اسرع ضربه ما شاء الله هامور. شكلها نفس الامس. والله جد اسرع ضربه ما شاء الله يا دوب بس حطيتها. ابغى راح اجيب الكاس. هي هذا هامور ان شاء الله انها رجعت الهوامير عندي اول. هي هذه هامور اكيد فكت فكت ولا هي صغيرة؟ اوه فكت والله فكت. شوف كيف سوت ما يو. خمني الثقل، خمني الثقل والطعم. الله يجزيه بالخير. خلني نجهزها مرة ثانية ونرميها على طول. والله ما شاء الله تبارك الله، والله ما مداها تنزل. الله يعوضنا. هي هامور، هي مشت في البداية، مشت حسب ثقلها وحسب نترتها بعد الضربة، بعد ما ضربت. لكن لما وصلت هنا شكلها فكت. وانا اسحب برضو باقي الثقل حق اللي حسب انها موجودة. نرسلها واحد ثاني، نرسلها واحد ثاني نصغرها شوية عشان تبلع مضبوط. مرة هذه ها ابو خالد ولا مداني احطها كذا لو ضربت. مسكت اول مرة وانتظرها مرة ثانية وتسحب وتمشي معايا شوية وش اسمه تفك. وانا ساحبها من ثقل الطعم احسب انها موجودة، عكست ولا شيء. لكن يجيبها الله، يجيبها الله، الله يجيبها. واحدة ثانية ما اتمكن الهوك فيها. نقول يا الله يا رب. يلا نحاول الثانية. نفس الموقع، نفس الموقع نرمي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ان شاء الله ان الله يجيبها، هي ولا غيرها. برضو بيجرب طعم ابو خالد مع سنارة، وانا بشتغل كاست. بيجرب هذا هنا، يجرب حظنا مع الكاست. الله يكتب الخير. بروح ارمي هنا اول شيء، اذا في شيء ولا رحت هناك برضو الوادي كذا راجع.
يا الله يا كريم. شوف كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب. الله يرزقهم خير. هذه أول واحدة. هذه كأنها هامور. شكلها هامور صغير. كأنها ما تتحرك. ما تقاوم. هذه هامور هامور. هامور سمان والله. إيه أجل في صخور هناك. إيه. لازم سمان هذا. لازم يشرفنا. بالزاوية هذه كويسة الضرب فيها. بأخذ الفلية معي أربطه فيها و. إيه. يلا روحي لا هناك هناك خلاص ولفتي شفت جندريوني خلاص تعالي وين رحت وين رحت حيا شاء الله ولفت ولفت علي خلاص والله ولفت شو نجو سبحان الله والفة تحسبني شعبة اي والله تحسبني شعبة قاعد تحوم علي تحوم على رجولي ها اوه يا ربي داخل داخل انبسطت مبسوطة والله انا اشوفها مسومة سبحان خالق ما تبون تروحين يلا روحي يلا داخل شاهنهم فين تروحين ابلحي من هناك والله العظيم شوف ما عاد راحت شوف ما عاد راحت انا سبحان الخالق هيا روح هناك يلا 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 روح هناك روحي افلحي 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 هناك يلا افلحي زين هذه ثانية برضه همور اكيد همور حتى هذه ما في لها ضمير اكيد هذه همور اكبر من الاول شوية نفس الاول سمان شي همور ولا شي كأنها همور لا ايش هي هذه ايه همور فكت هنا همور سمان برضه ما فيه مليانة هوامير أمور برضو زي الأول أو أكبر لما المنطقة هنا فيها أظن الشعاب متفرقة لكن الله يجيب الكبار تكفى جيت عليها مصخرة ما أدري فيها هامور فيها شيء والله ما ادري كانت صخور وشديت عليها وطلعت بالقوة كان هامور ما ادري ما ظنيت يمكن عشب ده ثقيلة انت ترى ثقل الطعم لا لا ما فيها شيء ما ادري الا فيها هامورة ها ابو ها ابو ها فيها هامورة شوفها شوف الذيل بس ما هي كبيرة صغيرة وانا انتظرها من اليوم ايه فيها هامورة شوفها والله بالعة بالعة دي الله يعين هذه شوفك هذه عاد الهوك اسود ما ينفك مستغرب انا شيء مستغرب ايش بها جدت مستغرب ما ضربت ولا شيء قلت غريبة ما في ضرب صغيرة والله بس انا بالعة ولا كنت بفكها والله هذا الاسود دار هوك على طول اذا قال لك مقتله إيه في ضرب هناك ابو خالد في ضرب هناك اثر يوم اليوم ضربت وهجدت عشان كذا لكن انتبهت قال لي ابو خالد قال ضربت وسحبت طلعتها كذا جرحه جرح خفيف ان شاء الله لا تروح خلينا نشوف ما ظنت انها بتعيش
دايخة من أول أساسها ماسكة من اليوم. شو شو تروحين والله دايخة مسكين من أول ماسكة وبالع الهوك انجرحت. ما ودنا والله والله. يلا روحي ودي العميك ان شاء الله انها تعيش. خلها شويه كذا بشوف لها اذا عاشت ولا هي بتقعد هنا عند العشب. انقلبت بتموت خلاص. ماشي دام انقلبت كذا خلاص ما ظنيت عجب تعيش. خلاص انقلبت خلاص نطلعها. والله ما ودي ودني رجعتها والله لكنها بلعت وانجرحت كذا. حطيت وصلة من النص من العقام زيد. يلا الله يجيب الخير. يلا يا كريم. أم اللي في الصباح ضربت كبيرة ما شاء الله لكن هذه صغيرة ما مسك ولا شيء. في حركة سماق قدامها لكن ما مسكت. يا الله يا رب الله يجيب الخير. انا جرب جيك غير هذا اللي عندك غيره. بعيد ولا قريب هي؟ يمكن برضه هامور برضه تضرب لما توصل الأرض كذيات تضرب سمان. لا لا صغير مو كبير كلها هوامير. شكلها دي رجعت رجعت تضرب مرة ثانية. لا هي شوف كيف لفلفتها. ايه شوف هو شكله متقاول ما ادري. الأول هذاك فلت عند السيارة هذاك عند السيارة حلو عنده فلين. اوه ما في هي ما في ها هي يلا برضه عند رجولي حتى انتي. والله ادعس هو بغيت ادعسها من جد. اي والله والله ادعس بغيت ادعسها عند رجولي. تحسبني شعب ولا شيء. ارقى صقعت فيها خلعتني. تعال ابو خالد تعال شوفها تعال شوف هنا والله العظيم شوف تعال ها تعال شوف هنا عند رجولي. ايوه تحسب ايوه تحسبني شعبه. شوفها شوفها بتكه. ايوه يا اخي كاني قرش اهجم عليه. شوف اشيل الشعبه فين لاصق. شوف ايوه في البوس افلح هناك. لا شوف شوف طلعت تحت رجلك. اه دعستها. لا اله الا الله. شوف شوف طاردني. شوف حالك ورايا ورايا حلم اروح ورايا. فين راح؟ ما ادري فين. اي لان المنطقة ما فيها شعب ولا شيء. شاف رجولي قال هذه شعب نخش فيها. سبحان الله. الله يزين الماء. اي والله تغرق انفسنا شوية كان بارد. اللهم لك الحمد. هذه والله حسرتني درهم ورا لكن يسوي ما هو وقت بنتعيش. شوف اذا قال لك البحر مراية هذا هو ما تقدر تميز فين السماء وفين البحر فين التقاءها ما تقدر تحس انها انك كذا في فضاء. سبحان الله. هنا يبان هنا هنا سبعة نشوف لكن هنا شوف زي المراية. ما ادري عنها ضرب عليها شيء بس ما مسك. مكاني هامورة كلتها ورجعت لكن لو كبيرة بتسحب ما بتوقف. والله تنتظر عليها شوية. يا الله يا ربي. اوه هذه نغرقها عشان لا تخرب.
والله جيت عليها ضربة كذا بس. لو أدري إن هوامير اللي هنا، لكن الحمد لله. تحط طريف أحسن. هوكين مقاس 8 ولا ممتازة. وعندي الباغة ما شاء الله تقصها نصين تحط الراس الذيل، كانت ممتازة، كانت أحسن. لكن قلت ممكن فيه صهاب هنا حين يطلع معايا. ها الله يعين، فقلت يمكن يطلع معايا صهب ولا قروم ولا اي شيء كبار، عشان كذا حطيت مصفر عشان ما يقطع. لكن ان شاء الله نرجع له مشيئة الله تعالى، نرجع له في يوم. الله يعيني عليك ابو خالد، اني ابغى امشي. قال تعال هنا، موقع هنا على مستوى حلم واقف. المشكلة ما طلع ولا شيء، لكن شاف شكله كذا ما يقدر مع شيء. خلنا نشوف الموقع اللي على مستوى. شفت شكله كذا على مستوى، ما صد شيء، بس موقع على مستوى. مش شكله هي مشكلة ما ضرب مع شيء، بس شافها كذا قال على مستوى، ما يخليني أروح أريح وش يقول. الله يعيني عليك. اوه يا ربي، والله في صخور هنا، في صخور قدامي تشوفها. هلا هنا معلي، هنا نشوف الموقع اللي على المستوى. ها طلع ما في اي مستوى. توكلنا على الله، ما لنا حظ. شكله ما عاد فيها طعم ذيك، راح انت شو الاسماء كان ننتظرها. يلا اللهم لك الحمد، ما في الا هوامير صغار، كاس ما ضرب عليه شيء. والهامور اللي ضربت الصباح بدري اول شيء، والله ما عاد فيها شيء. شالوها وانا باقي انتظر. قد راح الطعم من هذه، انا باقي انتظرها يا ابو. ايه اكلوه. فالهامور اللي في الصباح ضربت ما شاء الله، ومشيت معي شوية كذا تنتر، وفي الاخير سحبتها قلت انها صغيرة اثرها فكت. والله ملك الحمد، الحمد لله. جاء هنا قال المحل ممتاز وما يحتاج، الحين قال ليش جبتنا هنا، ليش ما وديتنا محل ثاني. وين يقول لك امس، وين يقول لك امس اختر المحل اللي تبغاه. هيا قال لا، الضيف يحكم الضيف. قلبها قبيله وقلبها، ها يقول لي ما وديتني محل اللي طلعنا منه محل هناك. وانا اقول له فين تبغى، انا اقول لك قلت نجرب هذا. هيا هيا امشي، خله معود يقعد، ايش عليك منه. اي ايش رايك يعني؟ شوف هذه الطياره، طياره ايه حاطينها في طياره، حاطينها في طياره. شوفها شوفها هنا الطياره، من هنا شكلها يبغى يرسل فيها طعم. وشوف العلم حقهم ذا حق المثليين، اظن هذا يقولون هذا. حسبنا الله عليهم، حسبنا الله عليهم، حسبنا الله على من صنعه وذا الناس العالم الوسخة، وحسبنا الله على من رماه هنا، من رماه هنا بجلبانها. شوفها خيوطها، شوفها لا ما طارت، شوفها علبتها هنا، شوفها هنا، شوفها دي، شوفها هنا قطعها يا أخي. ما أدري يا أخي يبغى يصير طعم، شوفها بس قلت لك يبغى يصير طعم فيها، جايبها يبغى يصير طعم. هذه جلب ما ضبطت الخطة، رمى الدنيا هنا ومشى. خلنا نطلع، نطلع 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 هذه. ايه هذا هو، الله يستر لكم فيها جلب. ايه خلاص، ايه خلاص، يلا نرميها في محل الله يعين. في القمامة، خلنا نرميها في القمامة. إيه.